وزي ما احنا متعودين بنبدأ دايما أول فقراتنا في صباح الخير يا مصر بفقرة الأخبار. أول خبر معانا هو خاص بعقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح لاجتماع مهم. الاجتماع ده تابع فيه عدد من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية على مستوى الجمهورية، واستعرض السيد الرئيس خلال هذا اللقاء وتابع المستجدات الإنشائية لمصنع منتجات الألبان في برج العرب، واللي بيتم بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرة الأجنبية العريقة في هذا المجال. كمان خلال الاجتماع وجه سيادة الرئيس بتعزيز جهود إنشاء مراكز تجميع الألبان المتطورة على مستوى الجمهورية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، واللواء محمد صلاح رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، والسيد بشير فريد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا الأردنية لإنتاج اللحوم، ورجل الأعمال محمد حلاوة المتخصص في الصناعات الغذائية ومنتجات الألبان. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة عدد من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية على مستوى الجمهورية، وقد تم في هذا الإطار استعراض المستجدات الإنشائية لمصنع منتجات الألبان ببرج العرب، خاصة ما يتعلق بالمعدات وخطوط الإنتاج، والتي تتم بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرة الأجنبية العريقة في هذا المجال، حيث سيقام المصنع على مسطح 40,000 متر مربع، وستبلغ طاقته الإنتاجية 12,000 طن من الأجبان سنويا. وقد وجه السيد الرئيس بالتدقيق في توفير كافة مكونات المصنع من العمالة الفنية المتخصصة والخامات ومستلزمات الإنتاج ومواد التعبئة والتغليف لضمان أعلى مستوى من جودة الإنتاج للأجبان، خاصة تلك التي يتم استيرادها حاليا من الخارج لتوفيرها بالسوق المحلية، وذلك بهدف سد الفجوة الاستيرادية، كذلك فتح آفاق لفرص تصديرية مستقبلية. كما وجه السيد الرئيس بالاستمرار في تعزيز جهود إنشاء مراكز تجميع الألبان المتطورة على مستوى الجمهورية، مع تدعيمها بوسائل الاختبارات المعملية والتخزين والخدمات البيطرية اللازمة، وذلك بهدف تقليل الاعتماد على استيراد الألبان وتحقيق قيمة مضافة لصغار المربين. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضا عرض الموقف التنفيذي للشراكة بين مصر والأردن لتنمية الثروة الحيوانية وإنتاج الأعلاف، وذلك بهدف تغطية احتياجات السوق المحلية. وقد وجه السيد الرئيس في هذا السياق بترسيخ الشراكة مع الجانب الأردني في هذا القطاع بهدف توفير سلالات ذات إنتاجية عالية من اللحوم للسوق المصرية، والحفاظ على مخزون استراتيجي من الرؤوس الحية داخل مصر، إلى جانب تخفيض الاعتماد على الاستيراد. أيضا عقد مجلس أمناء الحوار الوطني أمس جلسته الثالثة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، واللي شهدت مناقشات موسعة حول تصنيف أولويات العمل في المحور المجتمعي. انتهى المجلس إلى التوافق على 5 قضايا رئيسية في المحور المجتمعي، هي التعليم، الصحة، القضايا السكانية، وقضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، وأيضا الثقافة والهوية الوطنية. وتم تشكيل 5 لجان فرعية لهذه القضايا. كمان قرر مجلس الأمناء أنه مستمر في الانعقاد وهيستكمل جدول أعماله يوم الأربعاء اللي جاي عشان يناقش ويحدد قضايا المحور الاقتصادي. كمان عندنا امبارح حصل مجموعة من الأخبار المهمة. أبرز هذه الأخبار نفي الحكومة فرض رسوم إضافية على المواطنين اللي بيستخدموا كارت ميزة في سداد الخدمات الحكومية، ده غير ان كمان كان في كشف أثري مهم في أبو صير في البدرشين، والكشف ده عبارة عن بقايا مبنى من الطوب اللبن موجود تحت أحد المعابد الأثرية، والدراسات المبدئية بتقول إن الكشف ده ممكن يكون أحد معابد الشمس الأربعة المفقودة من الأسرة الخمسة. تعالوا نتابع التقرير التالي. في
في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها تأكيد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه لا صحة لفرض رسوم إضافية على المواطنين في حال استخدام كارت ميزة لسداد المستحقات الحكومية إلكترونياً. المركز قال إنه المواطن بيسدد من خلال الكارت تكلفة الخدمة الحكومية فقط دون أي رسوم إضافية، وإنه الدولة هي اللي بتتحمل الرسوم المقررة نظير خدمة الدفع الإلكتروني من خلال ماكينات التحصيل. امبارح أعلنت مؤسسة المدارس الدولية اللي بتدير المدارس الرسمية الدولية الحكومية انضمام 4 فروع للمدارس الدولية، وهم فرع المدرسة الرسمية الدولية بالعاصمة الإدارية والنوبرية والمؤطم والتجمع الخامس. وقالت المؤسسة إنه تم فتح باب التقديم والتحويلات بالمراحل المختلفة بالفروع الجديدة. امبارح برضو كشفت البعثة الأثرية الإيطالية البولندية المشتركة والعاملة بمعبد الملك نيويس الرع بأبو غراب شمال أبو صير عن بقايا مبنى من الطوب اللبن أسفل المعبد. الدراسات المبدئية بتقول إن الكشف ده ربما يكون أحد معابد الشمس الأربعة المفقودة من الأسرة الخمسة. كمان امبارح نجحت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية في تجديد اعتماد شهادة الآيزو من الشركة العالمية المانحة DNV، وده للعام الثاني على التوالي بعد اجتياز الشركة لجميع المراجعات والتدقيق الخاص بتطبيق كافة الإجراءات ومتطلبات شهادة الآيزو القياسية الدولية. نروح مع حضراتكم لوزارة الداخلية، واللي نشرت فيديو امبارح بيوضح الجهود اللي قامت بيها أجهزة الوزارة وأهم القضايا اللي تم ضبطها على مستوى الجمهورية خلال أسبوع. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية، ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 27 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 2925 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 19 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 358961 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 10078 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت قرابة 971 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة. كما تم ضبط 5 قضايا في مجالات التهريب خارج منظومة القمح وخلط القمح المحلي بالمستورد والتخزين الخارجي للأقماح المحلية بمضبوطات بلغت أكثر من 32 طن أقماح، وكذلك ضبط 4252 مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت قرابة 24 طن. كما تم ضبط 5 قضايا في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت أكثر من 5 طن سلع غذائية متنوعة، وتم ضبط 2524 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت قرابة 261 طن. كما تم ضبط 111 قضية استيلاء على الدعم بمضبوطات بلغت أكثر من 107 طن سلع مدعمة متنوعة. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 767362 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 306864 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3954 من قائدي المركبات، تبين إيجابية عدد 175 سائقا منهم. كما تم المرور على 63 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 227 من سائقي حافلات المدارس، تبين سلبيتهم جميعا. كما تم فحص 227 مركبة
وتبين مخالفة 16 منها، كما تم رفع 339 سيارة و29 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 8678 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة، كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط 1351 مخالفة للأجهزة الصوتية وضبط 1752 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 3309 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص وضبط 3833 مخالفة ملصقات وضبط 42 محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 524 قضية ومخالفة، أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 95,234 قضية ومخالفة لشروط التعاقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 80,378,975 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 273 قضية، من بينها 147 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات وضبط 136 قضية في مجال جرائم المطبوعات. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 35 قضية بقيمة مالية بلغت 101,347,706 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1516 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 1,761,000,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 2,103,024 جنيها. ونروح لجولة أخبار المحافظات اللي معنا فيها مجموعة متنوعة من الأخبار والأحداث المهمة اللي حصلت امبارح في محافظات الجمهورية المختلفة. أبرز هذه الأخبار: الانتهاء من إصلاح ورفع كفاءة طريق راس غارب الزعفرانة وبدء التشغيل التجريبي لفرع مكتبة مصر العامة في أسيوط. ومن أسيوط نروح للغربية وخبر متعلق بفحص 2094 سيدة، ده ضمن مبادرة السيد الرئيس لدعم صحة المرأة في محافظة الغربية. أخبار تانية تعالوا نتابعها من خلال التقرير التالي. محافظات مصر حصل فيها أخبار كتيرة امبارح. البداية من محافظة البحر الأحمر اللي أعلن فيها حامد أحمد حامد رئيس مدينة راس غارب إنه تم الانتهاء من أعمال إصلاح ورفع كفاءة طريق راس غارب الزعفرانة في الاتجاهين، والانتهاء من أعمال على جانبي الطريق، وده حفاظاً على حياة المواطنين وسلامة الطريق والممتلكات العامة والخاصة. في المنوفية، كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن موافقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على المساهمة ب 500 كرسي كهربائي متحرك لذوي الهمم، وده علشان زيادة الطلبات المقدمة لمحافظة المنوفية للحصول على كراسي متحركة. امبارح أشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمعدلات التنفيذ في أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع واللي بيجري تنفيذه بقرى ومراكز المحافظة، وقال إن ري أسيوط احتل المركز الأول على مستوى الجمهورية في معدلات الإنجاز اليومية بالمشروع.
كمان قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إعطاء مهلة أخيرة لمدة شهرين لأصحاب المباني المخالفة لاستكمال المستندات المطلوبة للتصالح، وقال إنه في حالة عدم الاستجابة من المواطنين في القيام بإنهاء الإجراءات مش هيكون ليهم الحق في استكمال أعمال التصالح، وبناء عليه هيتم رفض جميع الملفات اللي لم يلتزم أصحابها. في بني سويف نظمت مديرية الشباب والرياضة مهرجان لفرق الجوالة والجوالات بمقر المعسكر القومي للشباب. المهرجان شارك فيه 12 مركز شباب. في إنا تم الإعلان عن وصول 1787 بطاقة فيزا كارت لمستحقي مساعدات تكافل وكرامة على مستوى المحافظة خلال شهر يوليو الجاري، وده في إطار دعم محدود الدخل والأسر الأولى بالرعاية للارتقاء بالمستوى الاقتصادي ليهم ولضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية بما يساهم في توفير حياة كريمة ليهم. في أسيوط تم الإعلان عن بدء التشغيل التجريبي لفرع مكتبة مصر العامة بمدينة أسيوط واستقبال المواطنين للاستفادة من جميع خدمات المكتبة، واللي بتعتبر مركز تنويري ضخم لأنها بتضم أحدث الإصدارات من الكتب والموسوعات في كل المجالات العلمية والأدبية. في شمال سيناء استقبل مستشفى بئر العبد 17 طبيب من 4 جامعات مصرية لتقديم خدمات إجراء الفحوصات والكشف وتقديم الاستشارات وإجراء العمليات لأهالي قرى مركز ومدينة بئر العبد بالمجان، وده ضمن بروتوكول مستشفى بئر العبد مع جامعات القاهرة والزقازيق والأزهر والمنصورة لتقديم الخدمات الصحية بالمستشفى. في الغربية تم الإعلان عن فحص 2094 سيدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، وده من بداية الحملة في شهر يونيو 2022. المبادرة بتستهدف الفحص والتوعية للسيدات مجاناً بداية من سن 18 سنة.